اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج رايك بصوتك. النهارده عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع بمقر رئاسه الجمهوريه. ضم هذا الاجتماع كل من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه، رئيس المخابرات العامه، عدد من القاده العسكريين والامنيين. الاجتماع ده طبعا كان علشان مناقشه اخر التطورات في الوضع الامني والعمليات الارهابيه الاخيره، سواء حادثه كفر الشيخ اللي استهدفت مجموعه من طلبه الكليه الحربيه او الهجوم على قسم ثالث العريش. الرئيس طبعا ناقش كيفيه مواجهه مثل هذه الحوادث، ووجه التحيه والتقدير لذكرى شهداء مصر الابرار من رجال القوات المسلحه والشرطه اللي بيقدموا ارواحهم من اجل الوطن، مؤكدا انه الدوله لا يمكن تنسى ابنائها وعائلات ابنائها، واكد كمان على انه هذه الاعمال الغاشمه لن تزيد المصريين الا اصرار على تحقيق طموحاتهم من اجل بناء مصر واستعاده موقعها اللائق بين دول العالم. ده شيء مفروغ منه. ناقش الاجتماع الاستعدادات والخطط اللي اعدتها مختلف اجهزه الامن لمواجهه الاعمال الارهابيه. بهذه المناسبة موضوع حلقتنا النهاردة في رأيك بصوتك هيكون عن العمليات الإرهابية. بتتكرر ليه؟ بتتطور بشدة ليه؟ سواء في سيناء أو في كفر الشيخ أو أي مكان، ليه؟ نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما قلنا في حلقتنا النهاردة عايزين يبقى لينا وقفة عن تكرار العمليات الإرهابية. كلنا بنشعر بالحزن الكبير وبنشعر بالحسرة من الحادث الإرهابي الغادر اللي استهدف مجموعة من طلبة الكلية الحربية بجوار استاد كفر الشيخ الرياضي عند تجمعهم مع أهليهم لعودتهم من الأجازة إلى كليتهم. أيضا شعرنا بالحزن من الحادث الإرهابي الغاشم اللي كان فيه سيارة مفخخة واستهدف ديوان قسم ثالث العريش بشمال سيناء بداية هذا الأسبوع، وراح العديد من الضحايا نتيجة لهذا الحادث. ولكن لما نعرف أنه هذا القسم على وجه الخصوص قسم ثالث العريش اتعرض منذ 2011 وحتى الحادث الأخير إلى 11 هجوم إرهابي. ال11 هجوم دول تنوعوا ما بين هجوم مسلح أو بالأسلحة الثقيلة أو السيارات المفخخة. أكيد فيه خطأ ما في كيفية تأمين هذا القسم وأيضا لجميع المنشآت سواء في سيناء أو في مختلف أنحاء الجمهورية. طبعا احنا مضطرين نقطع الهواء دلوقتي علشان نتوجه الى المتحدث والناطق الرسمي باسم عاصفة الحزم والمؤتمر الصحفي اليومي عن اخر عمليات عاصفة الحزم، وهنرجع مرة تانية نناقش هذا الموضوع مع المختصين. يبقى موضوعنا النهاردة هو ما هي أسباب تكرار الهجمات الإرهابية والحوادث الإرهابية والتفجيرات وخصوصا في منطقة سيناء. والحقيقة في 73 يوم بيفصلونا عن الحوادث الإرهابية اللي حدثت في 29 يناير الماضي وما بين الحادث الأخير اللي هو كان يوم الأحد الماضي 12 إبريل، وهو الهجوم على قسم ثالث العريش. وقلنا في بداية الحلقة أنه ده ليس الهجوم الأول،
ده اتعرض ل 11 هجوم ارهابي قبل كده، ومعنى كده انه الارهابيين بيجدوا فيه ان هو ماده سهله جدا للهجوم ولسلسله الهجمات والتفجيرات، وكمان بيطوروا من ادواتهم. خلينا نتكلم مع سياده اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق، تحياتنا لحضرتك. مساء الخير يا فندم وعلى الساده المشاهدين. في رأيك ما هو السبب في تكرار الحوادث الإرهابية والهجمات الإرهابية برغم الإجراءات الأمنية المشددة؟ احنا عارفين أنه من 25 أكتوبر الماضي وبالذات في منطقة سيناء كان في احتياطات أمنية شديدة جدا، كان في منع حظر تجوال لثلاث شهور برا وجوا، حتى الطيور ممنوع أنها تطير في المنطقة المحظورة، كان في هدم للمنازل على الشريط الحدودي اللي ما بين مصر وما بين غزة لوجود شبهة أنه ممكن يكون فيها أنفاق، الأنفاق دي تهرب أسلحة ومتفجرات. برغم كل ده، برغم كل ده الإرهاب بيطور أدواته وإحنا بنكرر الأخطاء، لماذا يا فندم؟ لا هو بس أنا في تحفظ على كلام حضرتك إن إحنا بنكرر الأخطاء، لا فندم، هو اللي بيحدث عملاً أن الإرهاب ده أنا كهدف أمامه، أنا هدف ثابت، هو متخفي، لكن إحنا يعني في الفترة الحالية سواء تم الإكثار من الضربات الاستباقية للحد من تلك الجرائم وكسر الضبط التنظيمات السابقه ادت الى الحد منها ايضا، لكن هذا لا يمنع ان احنا في سجال، لكن المبادره هو ما فيش جهاز امني يا فندم في العالم كله قادر على انه يمنع الهجمات الارهابيه بنسبه 100%. شوف فندم، هو لازم نكون متفقين على علاج الارهاب يا فندم، العلاج الارهاب ده هو مجموعه طرق متوازيه، الخط الامن اللي احنا ماشيين فيه حاليا دلوقتي اللي هو القوات المسلحه والشرطه والشعب، بعد كده لابد ان يصاحبه تنميه اقتصاديه، وبعد كده يصاحب هذا الكلام تنميه فكريه. يعني لازم الثلاث خطوط تمشي متوازيه مع بعض، بيتم حاليا تطوير الخطاب الديني وتطوير التعليم، المؤتمر الاقتصادي عشان فرص عمل للناس والكلام ده، فكل دي الامور دي ماشيه متوازيه. ولعلم حضرتك لولا الضربات الاستباقيه اللي بتقوم بها جزء الامن وجزء القوات المسلحه وفي الشرطه لكانت هذه الخيامات اكثر واكثر ضراوه. واذا حضرتك لما تشوف حجم المتفجرات المضبوطه واللي تم تفجيرها كميات لوجستيه عاليه جدا، عاليه جدا، مش بتاعه افراد، دي لوجستيات دول. فده دليل على ان في تمويل وفي يعني وفيه. هو انا بس ذكرت في الاول، قلت بنكرر الاخطاء، يعني انا بقصد تحديدا يعني قسم ثالث يعني العريش يا فندم، 11 هجمه ارهابيه على هذا المكان تحديدا. يا فندم هو اسم هذا اسم ثالث العريش ده تعرض ل 11 مره لاستهداف، اما انه يكون استهداف بار بي جي، اما استهداف باطلاق نيران، لكن اخر مره استهدف بعربيه مفخخه فيها انتحاري. نعم، طب واحنا هننقل الاسم، مش هننقل الاسم، هو تم تفجير السياره قبل ان تصل الى الهدف، لكنك منها حمله كمية متفجرات كبيرة جدا أدت إلى هذه الخسائر. طيب فيما يتعلق بموضوع كفر الشيخ، إذا خرجنا شوية عن منطقة سيناء، يعني حضرتك عارف إنه ده تجمع لشباب بزي عسكري، طب مش المفروض يكون في تحذير استباقي، يعني إنه المفروض يبقى في استراتيجية لأنه في ممكن هجمات إرهابية تطال هذه النقاط؟ أنا مع حضرتك في إن إحنا لابد إن إحنا في هذه الأماكن لابد من تعقيمها تعقيم جيد وضبط المشتبه فيهم، ولا بد برضك من توعيه كل كافه ابنائنا بتعليه الحس الامني والامن الذاتي كل شخص، يعني دي سواء كانوا يعني شهداء من طلبه الحربيه، يعني برضك بنوجه برضك كل طلبه كليه الشرطه، بنوجه الى المجندين، اي تجمع شرطي او خاص بقوات المسلحه الشرطه لابد من تعقيمه قبل التواجد فيه. طيب أنا بشكرك شكر جزيل اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومعنا دلوقتي اللواء عبد المنعم سعيد الخبير العسكري، تحياتنا لحضرتك يا فندم. لا أنا مش خبير عسكري ولا حاجة. هتفضل أنا حضرتك. رئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عفوا. حضرتك إيه رؤيتك ورأيك في تكرار العمليات الإرهابية والهجمات؟ كيف يمكن مواجهة ذلك من يعني بأكثر من طريقة؟ شايفها إزاي يا فندم؟ شوفي حضرتك، قتال مع الإرهاب نوعية خاصة
غير القتال بين جيوش بعضها البعض. جيوش لبعضها البعض معروف الأساليب إزاي، وما تشوف الحروب اللي دارت بيننا وبين إسرائيل مثلا الأربع حروب اللي فاتوا دول من 56 و67 و73 الكلام ده، يعني ما خدش أكتر من أيام وتوقف القتال. ليه؟ لأنه قتال منظم ضد جيش منظم سواء هم أو إحنا، ومعروفة قواعد العمل التنظيمي في الجيوش ازاي بتتم، الضربات الجوية بالمدفعيات ثم الهجوم المدرعات مع المشاة وطريقة الإمداد وطريقة وهكذا. أما القتال مع الإرهاب فتقدري تعتبريه بالضبط قتال ما بين قط وفأر. الفأر له جح وله في أكثر من فتحة ويطلع مره من هنا ومره من هنا، والقط عمال يجي يصطاد ويلاقيه يدخل الجحر بتاعه وفين وفين على بال ما يصطاد فار، والفيران بتتكاثر وهكذا. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نحدد أكمل شمال سيناء بتاعتي واكمل جملتي وبعدين حضرتك اسالي. اتفضل يا فندم. فلما يكون في قتال ضد فار اللي هو يعني عمليه انه بيستخبى من هنا وهو بيتبع اساليب مختلفه جدا، وفار ذكي جدا في مهاجمته او محاوله الحصول على اكله بتاع كلام من ده من الحاجات اللي بيدخل عليها وكلام، فعمليه صعبه وبالظبط نفسها هي عمليه القتال ضد الارهاب. نعم اتفضلي حضرتك اسالي. هو انا بتكلم عن منطقه شمال سيناء تحديدا، برغم انه في اجراءات امنيه مشدده حدثت من بعد ال 29 يناير الماضي نتيجه مجموعه الهجمات الارهابيه اللي حدثت على اكثر من نقطه عسكريه، الا انه رجعنا مره تانية نقول انه حصلت هجوم على قسم ثالث العريش. دلوقتي احنا محتاجين ايه في سيناء يعني تحديدا عشان نحدد الموضوع؟ سيناء تحديدا محتاجين ايه فيها يا فندم عشان نساعد القوات الامنيه؟ لا القوات الأمنية ما مش محتاجة مساعدة ولا حاجة، لأنها بتطور نفسها أولا بأول طبقا للظروف اللي أنا ما قلت لحضرتك أن من أصعب العمليات القتالية هي مقاتلة الإرهاب، من أصعب هذه العمليات في العالم كله مش بس عندنا، يعني في العالم كله معروف كده علميا أنه أصعب أنواع القتال هي القتال ضد الجماعات الإرهابية، لأنها ما هيش ظاهرة ويمكن يبقى في وسطك انت موجود معاكي واحد ارهابي ولابس زيك بالظبط وبعدين يعمل عمليه تفجير في داخل المكان اللي انت قاعده فيه بعد ما يخرج منه. فانت ما انتش عارفه مين العدو من الصديق، هي دي الصعوبه. تمام ادي نمره واحد. نمره اثنين حضرتك بتقولي ايه؟ انا سمعت الحديث مع سياده اللواء اللي كان بيكلمك ان هم بيكرروا نفس العمليه في نفس الاتجاه بس كل مره بيعملها بطريقه مختلفه، يعني مرة بعربية مرة بالأفراد مرة بسلاح بعيد المدى، يعني هم بيطوروا سلاحهم، يعني آخر معلومة جات إن هم مصلحين بنادق قناصة بعيدة المدى، يعني مدى بتاعها أطول من الطبيعي ومزودة بأجهزة رؤية ليلية وبكاتم أصوات. نعم يعني تخيلي بقى، يعني كمان الغرب اللي هو بيديهم السلاح ده بيستفيدوا من كل اخر تكنولوجيا موجوده في الخارج. مش واخده بال حضرتك؟ فدي عمليه. وبعدين احنا عارفين ان القتال ضد الارهاب هياخد وقت طويل، نفس لازم يكون عندنا نفس طويل، سياسه النفس الطويل. تمام. في الاخر هينتهي الارهاب بعد سنه اثنين ثلاثه هينتهي. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم ونكمل بعد الفاصل. اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب، تحياتنا لحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا وسهلا.
سيادة اللواء أكيد اللي نفذوا آخر حاجة هجوم قسم ثالث العريش كانوا على دراية بالبيئة، بنقاط الحراسة، بالمكان، يعني هم ناس من المكان. هل إحنا محتاجين نؤمن الحماية الأمنية لناس برضو تساعد القوات الأمنية تكون موجودة في سيناء ومن القبائل اللي هناك، لأنه أكيد دول بيقعوا تحت تهديد هؤلاء الإرهابيين؟ نعم، هو هقول لحضرتك حاجة. هو أنا لازم نعترف أولا أن احنا بنواجه إرهاب مدعوم من خلال قوة كبرى، يعني قوة عالمية كبرى، دول بالكامل بتدعمه، مخابرات دول عظمى بتدعمه، السي اي اي بيخطط له بيدعمه، وبيسلحه زي ما قال سيادة اللواء من قبلي، بيسلحه بأحدث الأسلحة. دي حاجة. الحاجة التانية ان زي ما حضرتك قلت كده، وضع طبيعي جدا ان فيه ناس، مع احترامنا للجميع، ان شاء الله قلة من ابناء القبائل دول تعاطفوا مع هذه الجماعات الارهابية المسلحة اللي موجودة في سيناء وتجندوا ليها. احنا ما ننكرش كده، زي اي محافظة في الوادي، هم شباب من شباب المصري. هنفضل نقول دايما ان احنا بنقول ان سينا طول عمرهم، طول عمر القبائل دي هذه قبائل وطنيه، وانهم خاضوا معارك وحروب، بس في لازم نعترف ان اكيد في شباب انضموا لهذه الجماعات الارهابيه المتطرفه خلال السنوات السابقه. مش عايز كلام، ده ان انكرنا ده يبقى ليه بقى؟ على مدى حكم الاخوان المسلمين قبل 30 يونيو، اللي حصل ايه؟ اللي حصل قرارات بالإفراج عن إرهابيين ودفعهم لسيناء، فتح سيناء لكافة أنواع الأسلحة وتهريب كل الأسلحة من الجنوب ومن الغرب غير اللي جاية من الأنفاق وتخزينها، ميليشيات عسكرية بتتشكل وبتتدرب وبتتسلح وبتتجهز إلى أن أعلنت سيناء إمارة إسلامية في يوم من الأيام في عهد محمد مرسي، ماشي. فالنهارده احنا بنواجه اثار 4 سنين فاتوا من التجهيز. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انا شايف ان فيه يعني عمليات ناجحه جدا للقوات المسلحه والشرطه، بس انت بتقولي لي بتتكرر. صح، بتتكرر ليه؟ بتتكرر يا فندم عشان خاطر 100% لسه مازال بعض الانفاق بتهرب ناس من دول، وإيه المانع إن هو يكون بيستخدم البحر في الدخول للعريش أو لشمال سيناء؟ لأن تركيا بكل ثقلها عايزة يعني تضغط على الجيش المصري في المنطقة دي. طب يا فندم، في قبائل نعم، موجودة سيناوية، إحنا محتاجين نحلحل التداخل اللي ما بين أفرادها وما بين الإرهابيين اللي بيقوموا بهذه الهجمات. ليك حق. بصي، النهارده مش كل القبائل بتحكم شبابها بنسبه 100%. الاب نفسه في البيت ما بيحكمش ولاده بنسبه 100%، بيطلع ولد شارد من اخواته غير اخواته، وبينضم لمثل هذه الجماعات الارهابيه، سواء بقى محبط، سواء مريض نفسي، سواء عملوا له غسيل مخ، كل ده وارد. وبيقول ما هو انت، احنا بنواجه جماعات منظمه مدعومه من قوى زي ما قلت لحضرتك، من قوى عظمى ومن قوى خارجيه. فعشان كده احنا بنشوفه انه بيستمر، وزي برضو ما سيادة اللواء قال من شويه بيتطور. ما هو لازم يتطور، ما هو وضع طبيعي انه يتطور، يعني ما بيفضلش زي ما هو. كل ما بيتعرض لضربات، كل ما بيتطور، ما بيبدا يتدرب اكتر ويدفع عليه اسلحه احدث ومساعدات ماليه باكتر وهكذا. فبتشوف انت ان ده بيستمر، او احنا بنشوف ان هو بيتكرر تاني. هو مش بيتكرر بنفس الشكل ولا حاجه، لان هو دي حرب اصابات زي ما قال سيادة اللواء، ده كروفر ما بين جيوش منظمه لاصابات مسلحه بتختفي في وسط الاهالي. لما هي قصه، لو القوات المسلحه المصريه يعني في بعد اجتماعي وبعد انساني، هو بيحاول بقدر الامكان يتجنب اصابه المدنيين او الحاق الضرر بيهم. لو البعد ده مش موجود، ما كانت البطاقه دي كلها اتسفت. تمام. طيب انا بشكرك جدا سياده اللواء محمد صادق، ومساعد وزير الداخليه الاسبق، خبير مكافحه الارهاب،
وعايزه اقول يعني تلخيصا لاراء الخبراء اللي كانوا معانا النهارده، في رايك بصوتك احنا محتاجين ايه في سيناء؟ احنا محتاجين اولا ان نواجه الفكر المنحرف والمتطرف بالفكر، محتاجين ان احنا نزود القوافل الدينيه اللي تتوجه الى هذه الجماعات، الى شباب سيناء، لتعرفهم بشكل اوسع واكبر بفكر الاسلام السمح، لانه برضو اللي بيقوم بهذا الهجوم عنده فكر عقائدي لدرجه انه هو بيفكر انه مش مهم يخسر او يكسب، المهم يعني يلحق اكبر قدر من الخسائر حتى لو مات في سبيل ذلك، وده فكر داعش وايضا فكر انصار بيت المقدس اللي اعلنوا ولائهم لداعش. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه سينا ارث طويل جدا مهمل، احنا محتاجين نعيد تنمية مرة تانية سينا، نوفر فرص عمل عن طريق المشروعات الصغيرة للشباب العاطل اللي الوضع الاقتصادي ضعيف وبيضطر ان هو يقع تحت سيطرة مثل هذه الجماعات الارهابية، يا اما يخاف منها يا اما يكون مساعد ليها. محتاجين نوفر الحماية الامنة لكل الشباب او القبائل السينوية اللي ممكن تساعد قوات الامن في القيام بمهامها ودورها، ده اللي احنا محتاجينه في هذه الفترة للقضاء او للسيطرة على الهجمات الارهابية التي تتكرر في منطقة سيناء. انتهت حلقتنا النهاردة، والحقيقة معظم تعليقات الفيسبوك كانت بتسير ايضا في هذا الاتجاه، للأسف مفيش وقت علشان نعرضها على حضراتكم. ان شاء الله بكرة هيكون عندنا موضوع مختلف هنتلقى اراء حضراتكم وتعليقاتكم عليه من خلال وسائل التواصل وخصوصا فيسبوك رأيك بصوتك. موضوع بكرة هيكون عن الاحتفال بعيد العمال، كيف ترى اوضاع عمال مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟ هل ترى أن الدولة تتعامل باهتمام مع قضايا ومشاكل العمال؟ كيف نحول هذه المناسبة لتحفيز العمال على مضاعفة الإنتاج؟ ده موضوع بكرة إن شاء الله. سعيدة بلقائكم وبنتمنى دائما التواصل معكم وأنتم بكل الصحة وتمام العافية والسعادة، وإن شاء الله لا تتكرر مثل هذه العمليات، وحتى لو حاولوا الفترة القادمة وما زالوا يحاولون إن شاء الله التعامل معهم هيكون بسياسة النفس الطويل للقضاء لوأد الإرهاب والقضاء على جذوره. سعدت بلقائكم من خلال هذا البرنامج، إن شاء الله ألقاكم في لقاءات أخرى متواصلة من خلال النهار اليوم. إلى اللقاء، مع تحياتي نانسي شريف.